طيب هنروح لكره اليد سيدات. كابتن يحيى يوسف المدير الفني، احنا بنطمنكم بشكل عام على الفرق، وطبعا في بدايه هذه الفرق فريق كره اليد للسيدات هو طبعا رافع الحمل. الدوري هيبتدي في شهر 10، 2/10 اول ماتش لينا مع الجزيره. فرقتنا ماشيه كويس ورافع الحمل البدني، وبعد كده يخش على الفني، يقلل البدني ويعلى بالفني. وعايز برضو انا بخصوص الفريق يعني او كره اليد النسائيه، عرفنا ان ان شاء الله هيتم انشاء او هيتم تاسيس منتخب مصر للسيدات، وده طالما يعني كان طلب لينا، فاحنا الحقيقه اكيد حاجه زي كده تسعدنا، لان احنا في الرجال زي ما احنا في الرجال كده اكيد هنكون في السيدات كده، فده خبر جيد اسعدنا، واكيد المنتخب هيبقى قوامه الكبير من النادي الاهلي.